السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم أصدقائنا؟ أتمنى لكم كل خير ورجعت لكم بفيديو جديد. اليوم راح نحكي عن كات السوسيال في ألمانيا، كيف نغير كلمة السر، وكمان راح نحكي كيف نغير اسم المستخدم الخاص بالكارت. هلا في مشكلة في التطبيق، لما بتغير كلمة السر من التطبيق بخبرك أنه لا يمكن أن تكون كلمة السر نفس اسم المستخدم، فتغيير كلمة السر حصل من الموقع الرسمي تبع الكارت، أما اسم المستخدم ففيك تغيره من التطبيق. اليوم راح نشوف كيف الطريقة، فخليكم معنا بهذا الفيديو. ولكن قبل ما نبدأ بتمنى منكم تدعمونا بلايك واشتراك في القناة حتى يوصلكم كل شيء جديد، وحتى كمان تشجعونا حتى نستمر معكم بهذا النوع من المحتوى الهادف. أول شيء راح نفوت على المتصفح، راح نفوت على جوجل كروم ونسجل هون في محرك البحث سوشيال كارد، طلع لنا أول خيار. هلا راح نختاره، بنقلنا لهي الصفحة التابعة للموقع الرسمي للكارت السوسيال، راح ننزل لتحت وبنضغط على كلمة بصمة أول خيار. هلا بيحولنا لهي الصفحة، بنختار المسؤول عن بوابة الإلكتروني على السوشيال كارد دي إي. هلا شباب بنسجل هون اسم المستخدم، تحت بنسجل كلمة المرور في حال إذا كنا متذكرين، أما إذا كنا ناسيين اسم المستخدم وكلمة المرور فينا في الشرح بالقناة كيف نستعيد اسم المستخدم وكلمة المرور. هلا سجلنا نحن دخول على الموقع الرسمي التابع لكارت السوسيال في ألمانيا. بهي الصفحة بتظهر جميع بيانات حسابك في الكارت، مشان نغير كلمة المرور واسم المستخدم بتضغط على الشرط، تفتح معك هاي القائمة وبتختار حماية بهذا القسم. هلا شباب بحولكم لهي الصفحة، بهي الصفحة فيكم تغيروا كلمة المرور، وفيكم مثلا تختاروا الخيار الثاني تغيير اسم المستخدم. انتم ملاحظين عنا هون تغيير اسم المستخدم، راح نختار تغيير اسم المستخدم. هلا هون بتكتبوا اسم المستخدم الجديد بدكم تضيفوه في حساب السوسيال في ألمانيا. راح نسجل مثلا أي اسم، راح نسجل كلمة رياض، بس مشان نغيره راح نسجل دي ام كمان مرة تانية دي ام، لاني بطلب مني اسم مستخدم مؤلف من 8 أحرف. وهلا هون تحت راح نسجل كلمة المرور الخاصة بالتطبيق، طبعا انا متذكر كلمة المرور حافظها فراح اضيفها. هلا شباب تضغطوا على تولي المسؤولية. هلا اجاني اشعار تم تغيير اسم المستخدم بنجاح. هلا راح نشرح كيف تغيروا كلمة المرور الخاصة بالتطبيق. هلا راح نغير الخيار بهالمكان ونختار تغيير كلمة المرور. هلا شباب بنكتب تحت كلمة المرور القديمة اللي نحن استخدمناها بتسجيل الدخول على الموقع، وهلا تحت بنسجل كلمة مرور جديدة. راح نسجل مثلا أي اسم، مثلا هذا الاسم. هلا راح نضيف حرف خاص ما قبل، بده حرف كبير، راح نضيف حرف كبير. هلا هيك قبله. هلا راح نسجل نفس كلمة المرور اللي سجلناها فوق، هلا راح نختار تولي المسؤولية. هلا الشباب تم تغيير كلمة المرور بنجاح، وهيك فيكم تغيروا كلمة المرور حصة من الموقع. هلا راح نسجل دخول على التطبيق، راح نسجل هون اسم المستخدم اللي غيرناه طبعا الجديد يعني، وتحت راح نسجل كلمة المرور الجديدة. هلا نضغط على تسجيل الدخول. هلا بنقلنا لهي الصفحة، بطلب مني رقم تعريف شخصي للتطبيق. هلا بطلب مني إضافة رقم التعريف الشخصي مرة تانية للتأكيد. هلا شباب هلا بنسجل دخول على التطبيق، نسجل رقم التعريف الشخصي اللي سجلناه. يعني بصراحة في كتير تعليقات اجتنا مشان تغيير كلمة المرور اسم المستخدم، فبحاول اغير كلمة المرور من التطبيق فما بيمشي الحال، لاني في مشكلة من التطبيق. ف
فهلا راح نجرب مع بعض ونشوف إذا فينا نحسن نغير اسم المستخدم أو كلمة السر من التطبيق. راح نضغط على بروفايل في الأعلى، وهلا بنضغط على تغيير اسم المستخدم. هون راح نسجل اسم المستخدم، لازم يكون اسم يعني مختلف مؤلف من 8 أحرف. راح نسجل أي اسم مثل ما سجلنا من قبل. راح نشوف مثلا، راح نسجل رضوان DMDM. تمام، هلا راح نسجل كلمة المرور الخاصة بالتطبيق. هلا راح نضغط حفظ. هلا هون غير اسم المستخدم. هلا راح نجرب تغيير كلمة المرور. راح نضغط تغيير كلمة المرور، وهون راح نسجل في الأعلى كلمة المرور الحالية. وتحت راح نسجل كلمة مرور جديدة. بطلب مني أسجل حرف كبير. هي المشكلة اللي عم بواجهوها كتير من المستخدمين. فحصلا إذا بدكم تغيروا كلمة المرور، حصلا لازم يكون من الموقع الرسمي التابع لكارت السوسيال. انتم ملاحظين؟ هلا عملنا نسخ للكلمة بس عشان نعمل تجربة. رح اضغط على حفظ. هلا ما قبله، انتم ملاحظين؟ فهي المشكلة بواجهوها كتير من المستخدمين. فتغيير كلمة المرور حصل من الموقع التابع للكارت. وهيك وصلنا معكم لنهاية الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا. ان شاء الله بفيديوهات تانية راح نحكي اكتر عن كارت السوسيال الخاص في المانيا. بارك الله فيكم ودمتم بامان الله وحفظه ورعايته. راح احط لكم رابط موقع السوشيال كارد في صندوق الوصف، فيكم تدخلوا على الموقع مباشرة. خلاص وصلنا معكم لنهاية الفيديو، أتمنى تكونوا استفدتوا. لا تنسوا دعمنا لايك واشتراك في القناة. دمتم بأمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.